سلام المسيح معكم مشاهدي قناة الحياة وبرنامج المرأة المسلمة، برحب بيكم وكل عام وانتم بخير. حلقتنا النهاردة حلقة هامة جدا، عشان كده عايزة أشجعكم انكم تشاركوها على صفحاتكم ومع أصدقائكم. حلقة النهاردة بعنوان حلقة خاصة عن العابرين، هي بعنوان لماذا تضطهدني. في الحلقة دي هنناقش لماذا تضطهدني؟ ده سؤال. وأيضا فكرة العابرين والأمن، والعابرين والألم، وموضوع كنيسة العابرين والدعوة. قبل ما أدخل في موضوع النهاردة، عايزة أقف لحظة علشان أتكلم عن خبر حدث يعني منذ قليل، وهو أنه في أحد اليهود المتطرفين هاجم كنيسة الكنيسة اللي في جثماني اللي على جبل الزيتون، وحاول ان هو يحرق الكنيسة. هنشوف دلوقتي صور هذا الشخص، وطبعا البوليس جه في ساعتها، الحارس مسكه والبوليس جه في دقايق وقبضوا عليه، وهذا الرجل سيحاكم حسب القانون، قانون البلد. وحتى الأخبار بتقول إنه هو هيعاقب على هذه الجريمة قانونا، يعني حسب قانون البلد والدستور البلد. عايزة يعني أولا لازم نرفع صلاة إنه الله سلم الأمر وما فيش حد أصيب، وإنه يعني الخسائر يمكن إنها يعني تبقى تتصلح وتتعود وكل حاجة، بس نشكر ربنا ما فيش أرواح فقدت. عايزين نصلي من أجل جميع الأماكن المقدسة المخصصة لمجد الله في هذا الوقت. عايزين نصلي من أجل حماية شعب الله. في كراهية شديدة ضد المسيح، مش ضد الناس فقط. فإحنا بنصلي إنه رب يسوع يمد يده على الأراضي المقدسة وعلى الأماكن اللي بتقدس وتمجد اسم الله. وأشكر الله من أجل حكومات بتمد يدها سريعا وبتحاكم محاكمات عادلة الناس اللي بيعتدوا على الكنائس والأماكن المقدسة لله. طيب خليني أتنقل بقى لموضوع حلقة النهاردة. الحقيقة أنه المفارقة بين انه الحدث اللي انا قدمته دلوقتي واللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي، من اضطهادات للعابرين واضطهادات للكنيسه وكده، الفرق يعني انه في بلاد ما حتى الناس ممكن الكنيسه كلها تولع وتفرقع وتتحرق، يستنوا بعد ما الكنيسه تتحرق عشان يروحوا يقولوا يبعتوا لهم عربيه اسعاف ولا مطافي. فالفرق كبير. المهم خلينا ندخل في حلقة النهاردة. حلقة النهاردة خاصة عن معاناة العابرين، طلباتهم، أملهم. هنسمع لصوت أحد العابرين بيدينا لمحة عن اللي بيعانوا منه ويفكروا فيه. هنتكلم عن مشاكل العابرين والأمن، خاصة الأحداث الأخيرة من القبض على مجموعات من العابرين في مصر مؤخراً. هنستمع لأحد خدام الرب على الأرض بيشارك معانا قصص حقيقية عن معاناة إخواتنا على الأرض منذ تاريخ بداية كنيسة العابرين. بعضها هيكون صادم جدا وقاسي على مسامع كتير منكم، لكن دي الحقيقة ولازم نتكلم عن الحقيقة وعن الوضع على الأرض. واللي بنتكلم عنهم دول هم أبناء الرب اللي عاشوا الأمور المرعبة دي، وكانت وما زالت واقعهم، لسه واقع أولادنا وأبنائنا من العابرين والعابرات في العالم كله، أنه هناك اضطهاد شديد يواجهوه كل يوم. وحتوصل القصص اللي احنا هنسمعها النهاردة دي يعني مش قصص فردية، ولكن بتحصل كتير. أنا عايزة أطلب منكم النهاردة أنكم تستمعوا لشهادات النهاردة دي بقلوب وعقول مفتوحة. واللي أنا بطلبه ده مش بطلبه بس من إخواتنا المسلمين اللي بيسمعونا،
أنا بطلبه كمان من إخواتنا المسيحيين اللي بيسمعونا، وبطلب من العابرين إنكم تسمعوا النهاردة علشان ربنا يديكم رؤية مش بس خاصة بحالة الاضطهاد اللي انتوا عايشينها، أو حالة الحبس حتى في وسط بيوتكم اللي انتوا عايشينها، ولكن علشان يرفعكم من واقع الأسر وواقع الألم إلى قدرته الروحية الفائقة اللي تقدر تغير حاجات كتير في جوه نفوسكم، جوه قلوبكم، وفي واقع حياتكم كمان. بصلي إنكم ترفعوا النهاردة صلوات من أجل إخواتنا العابرين وإنتوا بتسمعوا. صلي من أجلهم، صلي من أجلنا، صلي من أجل كنيسة العابرين. القصص اللي هتسمعوها مش فردية زي ما قلت، لكنها أعم كتير جدا من ما تتصوروا. نقطة مهمة جدا بالنسبة لي النهاردة، إنه في كل ما سنسمع اليوم ياريت إننا نشوف مجد الله قبل الألم والمعاناة. في سفر أعمال الرسل في قصة شهادة استشهاد استفانوس، عايزة ألفت نظركم لنقطتين. استفانوس وهو يعلم إنه سيرجم أعطى شهادة كاملة للواقفين حوله عن المسيح. في النهاية قال جملتين مهمين قوي. الجملة الأولى قال: أيها الرب يسوع اقبل روحي. نظر إلى الله بفرح وقال يا رب اقبل روحي، وهم بيرجموه في وسط الرجم. والجملة الثانية بالنسبة لي كانت قوية جدا النهاردة وأنا بفكر فيكم. كتاب بيقول كده إنه صرخ بصوت عظيم وقال إيه؟ قال زي سيده: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. للعابرين بقى أنا بقول لكم النهاردة، ركز عينك وعينك على المسيح، قدم غفران. قبل ما نحكي قصة الاضطهاد هنقدم غفران، قدم صلاة من أجل مضطهديك. الطريق مش سهل وإحنا عارفين، وكتير مننا مشيوا معاكم وإحنا عارفين إنه الطريق صعب، بس أنا بقول لكم إنه عبارة لماذا تضطهدني اللي أنا حطيتها كاسم للحلقة النهاردة دي مش عن لسانكم، دي عن لسان المسيح اللي احنا مضطهدين من أجله، اللي قابل شاول بعد مقتل واضطهاد أبنائه على يد شاول اللي كان واقف في رجم استفانوس، وقف بعد كده قابله في الطريق وقال له: شاول لماذا تضطهدني؟ من يضطهدكم يضطهد الله نفسه. وإحنا لينا الشرف، إحنا يعني مش إحنا المضطهدين لكن المسيح، والمسيح اللي فينا، وده شرف كبير. المأساة الحقيقية هي مأساة المضطهد. أنا مش بقول إن الألم مش حقيقي، لكن بقول إن المسيح مستحق. أمين. خليني أصلي من أجل كل المتألمين اللي بيسمعونا النهاردة. يا رب عن لسان إخواتي كلهم يا رب أنا بقول لك إحنا نقدم غفران لمن اضطهدونا. يا رب بنسألك إنك تفتح عينين وقلوب كل سجان، كل مضطهد، كل أم مدت إيدها، كل أب مد إيده بالأذى، كل أخ مسك سكينة وطعن. يا رب افتقدهم في اسم يسوع. نحن نغفر حتى يكون لهم خلاص من أجل اسمك. ونشكرك يا الله لأنه أنت شفتنا مستحقين أننا يكون لنا شركة في هذا الألم في اسم يسوع. أصلي. الفيديو الأولاني أو الصوت الأولاني اللي أنا هقدمه لكم النهاردة هي رسالة من عابر شاب صغير اسمه يوحنا. يوحنا جه المسيح وهو صغير جداً، يعني في سن المراهقة، وبقاله تقريبا 10 سنين بيتبع المسيح. لكن اللي هتسمعوه منه النهاردة بيمثل ألام وأوجاع كتير من إخواتنا العابرين على الأرض. تفضلوا نسمع. مساء الخير أخت أماني. أنا سعيد جدا للتواصل مع حضرتك وأكون مشارك في البرنامج، وحبيت يعني أوجه يعني رسالة تعتبر يعني هي صرخة من مواطن مصري كل جريمته في الحياة انه هو قرر انه بحط ارادته انه يغير معتقده الشخصي انه يؤمن بالمسيح ويترك دين الاسلام بمحض ارادته. فين الجريمه اللي وقعت هنا في الدوله؟ فين الجريمه اللي وقعت واللي ادارت المجتمع؟
تخيل حضرتك لما يكون مواطن كل جريمته في الحياة إنه يغير دينه، هل ده معقول بيحصل لغاية دلوقتي في القرن 21؟ المنطقة الوحيدة يمكن اللي للأسف الشديد اللي عندها مشكلة في موضوع الحريات الدينية منطقة الشرق الأوسط. الحرية بس إن ممكن يكون واحد مسيحي يعتنق الإسلام، لكن لو واحد مسلم قرر إنه يترك الإسلام ويكون مسيحي، لا طبعا ده مش من حقه، هي دي العدالة. إحنا يعني طبعا مش محتاج أقول لحضرتك إحنا مضطهدين من كل جهة، من كل جهة، من أهالينا، من مجتمعنا، من الدولة. الدولة للأسف الشديد يوم ما تحصل مشكلة، لما حد يعرف موضوع إن إحنا بقينا مؤمنين بالمسيح، الدولة بدل ما هي تحمينا هي اللي بتعتقلنا، هي اللي بتقبض علينا، هي اللي بتتهمنا بإن إحنا بنعمل مشاكل. كان حلمنا إن إحنا نعيش في دولة باختصار كل واحد فيها حر، كل واحد حر في إنه يختار دينه ومعتقده في الطريق اللي هو يمشي فيه، لكن واضح إنه حلم بعيد المنال، لأن باختصار شديد المجتمع المصري مش متقبل ده. حتى وإحنا في ناس كتير ما علمتش الإيمان بتاعها، مع ذلك تحس إن في ناس مصممة إنهم يتبعونا ويعرفوا إحنا بنعمل إيه. انا شخصيا واحد ما اعلنتش عن ايماني لغايه دلوقتي، ويعني حصل قبل كده موقف ان في حد بلغ اهلي عن طريق الانترنت ان انا بروح الكنيسه واني بحضر دروس، والكلام ده اكتشفته يا دوب بالصدفه، والحمد لله يمكن ربنا ستر معايا ان هو اهلي ما قروش الرساله دي. انا مش بس هتكلم عن نفسي، انا عايز اتكلم عن ناس كتير للاسف اعرفهم شخصيا، ناس هي قاعده في حالها ان هم قرروا ان هم يكونوا مؤمنين بالمسيح، يبلغوا عنهم امن الدوله، فامن الدوله هم اللي يعتقلهم ويحبسهم ارضاء للمجتمع، عشان المجتمع ما يقومش وما يثورش، وما اعرفش المجتمع هيثور على ايه. واحد قرر انه يكون مؤمن بالمسيح، انت مالك يا سيدي؟ خلاص انت مش عايز تؤمن براحتك، ما تؤمنش يا سيدي، سيب اللي عايز يؤمن يؤمن، واللي يكفر يكفر يا سيدي. لما واحد يبقى قاعد جوه بيته هو خايف، عايش على كف عفريت، لا حد يكتشف انه بقى مؤمن او انه بيروح الكنيسه، احنا مش عارفين نروح الكنائس بصعوبه جدا علشان موضوع البطاقه، مش عارفين نتاقلم مع اهالينا اللي في منهم للاسف بيجبرونا ان احنا نصلي معاهم الصلوات الاسلاميه، والا هنتعرض لاذى كبير، مش عارفين حتى نرتبط ونتجوز الا بصعوبه جدا، ولما بنيجي نتجوز بنتجوز جهاز اسلامي علشان الدوله مش معترفه بالتحول الديني بتاعنا. الخلفه طبعا دي كارثه الكوارث، لو احنا خلفنا الولد بيسجل في شهاده الميلاد انه مسلم ويروح المدرسه يدرس تربيه اسلاميه، وطبعا ممكن طفل صغير يغلط يقول كلمه كده يقول كلمه كده يخلي الناس تشكك فيه، دايره من المشاكل، دايره من المشاكل والصراعات وتوتر نفسي وحاله غضب وعصبيه، ومش عارفين نعيش بالمنظر ده. انا يعني في ناس قررت انها تواجه وتعلن وتعرض لاذى كبير اعرفهم شخصيا، وفي ناس من غير ما هي تعلن برضو تعرضت لاذى، وانا واحد منهم اللي بيتضرب واللي يتبهدل واللي يترفض من شغله واللي يروح مقر امن الدوله. ليه كل ده؟ بنحلم بان يكون في دوله، دوله عداله، دوله قانون، دوله تطبق الدستور اللي موجود ان كل واحد حر في اختياره الديني. الدستور بيقول ان حريه الاعتقاد مطلقه، لكن الغريب ان الدوله عامله خانه الديانه، الدوله الوحيده تقريبا اللي على مستوى العالم دلوقتي تقريبا مصر عامله موضوع خانه الديانه، ومحدده خانه الديانه بين مسلم ومسيحي، ويوم ما حد يجي يقرر خانه الديانه يكون المسيحي اللي عايز يعتنق الاسلام مسموح، لكن المسلم اللي عايز يبقى مسيحي لا مش مسموح. وكلنا طبعا فاكرين قضيه محمد حجازي واللي حصل له، وانه دخل السجن وتم اعتقاله ولف على كل مديريات الامن عشان رفع دعوه قضيه بيطالب بتغيير خانه الديانه من مسلم لمسيحي. واحد بجد فعلا مخنوق ومتضايق وخايف، فمش عارف ايه سر الكره ده، وايه سر الكره الرهيب لفكره ان واحد يكون مسيحي. في ناس ممكن يتقبلوا ان احنا نبقى ملحدين بس ما نبقاش مسيحيين، حاجه غريبه جدا، مع ان احنا كده في الحالتين سواء الحاد او بقينا مؤمنين بالمسيح احنا تركنا الاسلام، بس لا يكون ملحد ماشي ما يبقاش مسيحي. دي حقيقه فعلا، احنا كنا بنحلم بدوله قانون، دوله عدل، دوله مؤسسات، دولة تقف على مسافة واحدة من كل المعتقدات، وكل كل واحد حر في حياته. انت مش من حقك تسألني على ديني وعلى معتقدي، انا حر، انا ما فرضتش عليك حاجة، انا ما طلبتش انك انت تبقى مسيحي زيي، بس سيبني اعيش، سيبني اشوف حياتي بشكل طبيعي، مش عايز افضل ظاهر بوشين قصاد الناس، ظاهر بوش مسلم وظاهر بوش مسيحي في الكنيسة، مش هينفع، انا تعبان جدا ومتضايق جدا. فبجد يعني احنا ما قدمناش غير الصلاة، وما قدمناش غير ان بجد ربنا يتفقدنا ويدبر امرنا. شكرا جدا اخت اماني على يعني اتاحة الفرصة دي، وربنا يبارك في حضرتك ويبارك في خدمتك، واشكر كل القائمين في قناة الحياة، وشكرا جزيلا ليكم. ربنا يباركك يا حنة، وربنا يبارك كل اخواتي
عايشين في وسط هذه الأزمة. شاب صغير نفسه يتجوز، نفسه يعيش، نفسه يعيش حياته مع المسيح، نفسه يروح الكنيسة من غير ما يهاجم، نفسه يبقى عنده أولاد يقدر يربيهم على معرفة الله بالطريقة اللي ترضي قلبه أمام الله. أسئلة كتيرة سألها يوحنا، مش يوحنا لوحده اللي بيسأل، ليه بتكرهونا؟ ليه الكراهية ضد المسيحي؟ السؤال العابر، إيه التهديد اللي بيمثله العابر للدولة؟ إيه التهديد اللي بيمثله العابر للمجتمع؟ العابر بيتغير لشخص أفضل. الإرهابي اللي بيروح للمسيح بيبقى شخص نافع لمجتمعه. ايه يعني لما تبص ليه صورة الإرهابيين اللي اتغيروا بقوا مؤمنين النهارده، وتشوف قد ايه الله غيرهم بشكل رائع جدا، وبقوا اشخاص اسوياء، يعني محبوبين في المجتمع ومحبوبين في وسط الكنيسه. ما فيش حد يقدر يعمل كده الا التغيير الحقيقي اللي بيعمله الله الحقيقي جوانا. خايفين ليه؟ اسئله العابرين دي اسئله مطروحه ويجب انها تطرح امام الدوله. والنهاردة أنا بصلي أنه الدول أو الحكومات عموما، مش بس مصر، ولكن الحكومات عموما تنظر لهذا الأمر وتقنن حياة هؤلاء الناس، لأنه الواقع بيقول أننا النهاردة ملايين في الدول العربية. يجب أنه يكون للعابرين صوت وحياة وكنيسة ويعترف بيهم. من حقك تعبد الله بالطريقة اللي انت عايزها. اوكي، خليني اخد مكالمة. مين معايا؟ الو، احمد. اهلا اخ احمد، ازيك؟ نشكر رب. طيب نشكر رب. انا هقول لكم اخطبالي شوية. يعني انا من خلفية اسلامية، هاي يعني كنت انسان مسلم، كنت مؤمن بربنا محمد جدا، هو رسولنا، هو النبي بتاعنا، هو كل حاجة في حياتنا. هاي فمن وانا صغير كان عندي 12 سنه تعرضت للسكس بالاسولت، او بالاخص يعني عشان اكون صريح معاك، هو مش مجرد سكس بالاسولت، يعني مش مجرد تحرش، لا هو كان اغتصاب. ايوه، انت ده حصل لي. انت قلت لي الموضوع ده قبل كده يا احمد، وكتبت بس على انا الصفحه. كنت عايز انا كنت عايز اقول مباشر عشان الناس اللي سامعيني ايوه وعارفيني ايوه يعرفوا ان ربنا اله صالح وله كل المجد، امين. امين يسوع المسيح اله حي، يا يسوع المسيح في كل مكان. ما تخافوش يا اولادنا، ما تخافوش يا بناتنا، اعترفوا. انا اعترفت هو علني ان انا مسيحي واسمي احمد. ربنا فاللي يباركك عنده يا أحمد. كلمه فاللي عنده فاللي عنده كلمه بقى، يعني احنا مش بنقتل حد، ومن حقنا ان احنا نقول ان احنا مسيحيين. ازاي نخبي ديننا الحقيقي، ديننا اللي احنا عرفناه؟ ازاي ربنا نخاف من يباركك يا الناس أحمد. عشان خاطر ان أحمد احنا نقولش؟ خليني أسألك، أنت اتعرضت للاضطهاد بسبب إيمانك في مصر؟ من عمامي، نعم، من عمامك؟ من عمامي من عمامي، ومن اخواننا البعض، انت عارفهم بدون ذكر اسمه عشان ما يزعلوش. بس لا. طيب ماشي أحمد، ربنا يباركك. أنا عارفة أنك أنت ماشي مع المسيح وحياتك دلوقتي مستقرة، وبشكر الرب على عنايته بيك ومحبته ليك، وهو كمان يعني ادالك شفاء من موضوع الاغتصاب ده. أنت كتبت أنه أنت اغتصبت في الجامع عن طريق شيخ. للاسف لما جيت ابلغ قال لي انا خدت احمد، ممنوع ممنوع اعمل حاجه، ممنوع. وسافرت، كان عندك كم سنة وقتها؟ كان عندي 12 سنه. ربنا يحفظك ويحميك يا أحمد، ويساعدك إنك تقدم غفران كامل للناس دي. الرب يباركك. طيب خليني أنتقل. طبعا ده يعني شهادة من عابر شعر بالحرية دلوقتي، إنه يكون عايش مع المسيح ويكون نافع لمجتمعه. سو أنا بشكر الرب من أجله. خلينا نشوف، هيكون معايا دلوقتي خادم الرب، القس نور. القس نور هو أحد خدام الرب المشتركين معنا في الخدمة، والحقيقة هو هيحكي لنا إيه اللي حصل في مصر في الأحداث الأخيرة في القبض على العابرين. خلينا ناخد الفيديو الأول مع القس نور.
أهلا بيك حضرة القسيس، شكرا على مشاركتك معنا النهاردة. مساء الخير أخت أماني، إزاي حضرتك؟ عاملة إيه؟ أخبارك؟ سلام المسيح معاكي. سلام ونعمة ليك، شكرا على خدمتك وشكرا على الوقت اللي هتقضيه معانا النهاردة تشاركنا بقلبك. أنا عايزة أسأل حضرتك الأحداث الأخيرة اللي حصلت بالنسبة للعابرين في مصر. سمعنا إنه هناك مجموعة من العابرين يمكن طلبوهم في أمن الدولة، البعض منهم اتحبس. إيه حقيقة الأمر ده حسب معرفتك؟ وهل حضرتك ليك اتصال مباشر ببعض هؤلاء العابرين؟ آه طبعا أنا أعرف كثير منهم، واللي حضرتك بتقوليه ده حقيقة. فعلا حصل استدعاء لكثير من العابرين في الوقت اللي فات دوت، ومنهم ناس للأسف حتى كانوا عايشين في مصر وكانوا يحملوا جنسيات مش مصرية، وتم ترحيلهم لبلاد صعبة جدا جدا يعني. وطبعا انا وفي منهم يعني، كان في العاده ما بسمعش حتى على ان في استدعاءات كبيره وكتيره للاخوات. المره دي كان في استدعاء للرجاله وكان ستات، وما كانش فارق خالص، وتحقيقات ومع كثير منهم. اه طبعا حصل فعلا. طب يعني ممكن تقول لي هل هناك حصر لعدد العابرين اللي استدعوا او اللي دخلوا وخرجوا، في منهم دخل ما خرجش، عندك اي حصر للعدد ده؟ اه مش عنديش حصر كامل، لان اللي في اول فوق كده سمعنا عن حد 14 فرد خرجوا، دخلوا وخرجوا، منهم واحد طول شوية وخرج بعد كده. لكن اللي سمعناه في الاونه كمان الاخيره ان مش بس ال14 دول، لكن اعداد كتيره من محافظات من كنائس كمان مختلفه. يعني ال14 واحد دول الأولين دول كانوا من مجموعة واحدة من كنيسة واحدة، أو دعيوا لمؤتمر من كنيسة واحدة. لكن من خلال، أنا عارف إن من خلال الاستدعاءات دي بيتم التحقيق معاهم، الضغط عليهم بهدف إن يقولوا معلومات، يقولوا عن أسماء إخوات ليهم، ومن خلال دوت بيجاب إخوات تانيين. فاحنا دلوقتي في سلسلة من الحاجات اللي ما اقدرش احصرها وما اقدرش اعرف عددها، لان مش في محافظة واحدة، لكن ده على مستوى كثير من المحافظات. يا ريت تشرح للمشاهدين هل كان في قدرتوا تلاقوا سبب رئيسي لحصر المجموعة دي من العابرين بالتحديد، أو لاستهداف المجموعة دي من العابرين؟ الحدث ده ابتدى إزاي؟ هو في الحقيقة في كانت دعوة لأحد المؤتمرات من أحد الكنائس القاهرة، أي وللأسف يبدو إن الدنيا كانت مخترقة أمنيا، فحصل ترصد للأتوبيسات اللي كانت طالعة، أي وهم داخلين المكان البيت اللي تابع لهذه الكنيسة تم تصوير بطاقتهم بطاقة بطاقة. أمم واتسابوا وهم خارجين، كل واحد وهو مروح، عدد منهم اتاخد من هو مروح، وفي ناس اتاخدت على باب الكنيسة، وفي ناس لما وصلوا محافظاتها اتاخدت. بس طبعا ده كان أساس أحد المؤتمرات اللي اتعملت أيوة. بدعوة من أحد الكنائس. أنا عندي بعض الأسئلة عن على النقط اللي اتكلمنا فيها دلوقتي. أولاً، ناس رايحين يحضروا مؤتمر، رايحين يحضروا اجتماع، أوكي، ليه توقف العربيات والأتوبيسات على باب المؤتمر وتاخد صور من بطايق الناس؟ هل أخذوا صور من بطايق المسيحيين كمان؟ أنا مش عارفة. هل الناس دي كانوا رايحين يعملوا اجتماع يعني
المبنى ده مبنى الاجتماعات، فانتوا بتوقفوهم علشان تاخدوا صور بطايقهم ليه؟ وليه ممنوع المسلم يروح يحضر اجتماع في الكنيسة؟ ده سؤال. انتوا زعلانين ليه لما المسلم يروح يحضر اجتماع في الكنيسة؟ انت دينيا تقول حرام دي حاجة، وقانونا تمنعه انه يدخل الكنيسة دي حاجة تانية، علشان تقول اصل يعني ايه، يمكن يكونوا ارهابيين هيفجروا الكنايس. لا، الكنايس مليانة بالعابرين، واللي بيدخل من بره علشان يعمل حاجة للكنيسة او يفجر كنيسة، دول عادة بيكونوا معدين بصورة اخرى، وانتوا عارفين بيبقوا داخلين ازاي. فانا سؤالي عموما يعني ليه الكنيسة لا تستطيع انها تعمل اجتماع خاص بالعابرين ويبقى هذا الاجتماع عمل علني؟ ده سؤال. يعني ليه احنا عايزين نغمي عينينا ونقول ان احنا مش شايفين الحقيقة، انه في عابرين كتير جدا بيحضروا كنائس متعددة في انحاء مصر كلها وفي انحاء العالم كله؟ ايه مشكلتكم في ده؟ افراد الامن اللي انتوا بتحطوهم على الابواب علشان يفحصوا بطايق الناس، دول بيفحصوا بطايق الناس ليه؟ ده مش لامن الكنيسة، ده للفصل اللي انتوا عايزين تعملوه علشان خاطر يعني نوع من القمع على الحرية الدينية. بالتأكيد انا عايز اسأل سؤال، هل انتوا بتمنعوا المسيحيين ان هم يدخلوا الجوامع؟ ده سؤال مهم. ليه ما فيش ضابط بيقول للمسلم المسيحي اللي عايز يدخل الجامع ما تروحش؟ ليه ما فيش ضابط بيقف على باب الأزهر ويقول للمسيحي أو المسيحية اللي متاخدة عشان تسلم لا ما تدخليش؟ ده سؤال. الرد بقى، لأن دي دولة إسلامية، ده رد غير مقنع، ده رد قاصر عن انه يكون في اي منطق. فانا بسأل، احنا شايفين انه في جهود حلوة خالص جدا بتتعمل علشان اعادة بناء كنايس وعلاقات حلوة بالكنيسة والبابا تواضروس رئيس الجمهورية على علاقة حلوة جدا، لأول مرة نشوف انه في حد بيتعامل مع الكنيسة عن قرب كده. ولكن لماذا نتجاهل أن هناك عدد غير عادي من العابرين هم مسيحيين فعلا بالفعل؟ فأنتوا بتتجاهلوا الأمر ده ليه؟ ليه الكنيسة ما بتتكلمش عن الأمر ده مع الحكومة؟ من حق الكنيسة إنها تفتح أبوابها للعابرين. خلينا ناخد الفيديو اللي بعد كده. خليني أركز شوية على تاريخ الاضطهاد للعابرين. طبعا حضرتك عارف انا عابرة من حاجة نعم. واربعين سنة، ففي اسرتي شخصيا كان في اضطهادات واستدعاءات، ومعروف انه زوج خالتي الاخ ابراهيم السايح مثلا كان سجن كذا شهر واستدعى العديد من المرات. فعائلتنا كعائلة عابرين في الـ الزمن اللي ما كانش فيه عابرين كتير في الوقت ده، ده كان يعني كنا متعودين ان احنا نسمع ان ده بيحصل. لكن يعني هل حصل تطور في التعامل مع العابرين والحكومة، بين العابرين والحكومة على مدى السنين الطويلة اللي فاتت دي؟ هو بلا شك ده حدث، يعني ده حالة ما نقدرش نقول عليها لا. وبالنسبة لي أنا خبرتي أكثر في حدود يعني 25 سنة بس في الخدمة دي، أقدر أقول لا طبعا حدث وحدث وحدث. يعني إحنا زمان لما كان بيجي واحد بس المسيح كل وقت طويل بنحس لازم نخبيه ولازم نسفره ولازم نحاول نعمل ايه، وكانت الدولة بتتعامل معاه بطريقة عنيفة جدا جدا جدا. يعني انا اعرف ناس شخصيا تم تعذيبهم وشفتهم بعناية بصورة بشعة، لو يعني لولا ان المنبر حضرتك ما يعني ممكن يكون في ناس بتشوف تسمع او كده تكون البعض ضعيف، انا ممكن اقول قصص صعبة جدا.
دلوقتي هنسمع بعض القصص الصعبة دي، وأنا بقول مقدما إنه فعلا هتكون قصص صعبة لكن حقيقية، ولازم تسمعوها، ولازم الحكومة تعرف إننا بنعرفها، ولازم الحكومة تعرف إنه يعني مفيش حاجة بتستخبى والعالم كله بيسمع، لكن كمان الله شايف. إحنا يعني المسألة مش شكوى، لكن هي إنه الحقيقة معروفة وموجودة، ولكنها لا تمنع امتداد عمل الله في وسط كنيسة العبرين. تفضل نشوف الفيديو اللي بعد كده. احنا عندنا في الكنيسة نؤمن بأن حيثما أذلوهم هكذا لما امتدوا، وكل تورتليان على ما أتذكر أحد آباء الكنيسة قال كده، قال دماء الشهداء هي بذار الكنيسة. وأنا مصدق أن كنيسة العابرين هي كنيسة تقوى وتمتد بسبب تضحيات، بسبب دم سفك من ناس كتير. ففي طبعا في ناس حضرتك فيها اتعلقت بالأيام من رجليها مقلوبة لدرجة إن لحمهم يعني اتقطع من القيود، فلحد القيود بقت ماسكة في العظم بتاعهم. أنا شفت ده بعينيا، محدش ورقه لي، أنا شفته بعينيا في رجلي الناس. ناس اتكهربت في رجليها لدرجة إن الرجلين بعد كده جالها غرغرينا، وبقت تتعالج يعني كل أسبوع بيبقى في صديد بيطلع منها، لأن الأوردة باظت. دي ناس أنا شفتها بعينيا، محدش حكى لي، أنا بحكي كل الحاجات دي أنا شفتها بعينيا، مش حد قال لي عليها. ناس ابتدوا يسيبوا مية المجاري تنزل على راسهم بوقت، فعملت لهم حاجات في دماغهم ما بقتش تخف. ناس انا اعرفهم شخصيا، شخصيا حد كان عالم تم ايداعه في مستشفى المجانين لما قام المسيح، نعتبره انه اتجنن، اي وتم اعطائه ادوية بصورة رهيبة، يعني أدوية. هو ما كانش مجنون الأول، هو بس قال لا إن هو خالص، اتجنن عشان قال أنا مؤمن بالمسيح. ده حد من كتر ذكائه وشطارته كانت الدولة طلعته رحلة حج على حسابها. يعني كليته طلعته رحلة حج على حسابها، أي وراح اشتغل في أمريكا وراح حاجة كده، وعرف ربنا هناك، ورجع فكر إنه هيغير مصر، ورجع يشهد على الرب، عامله معاه وانه تقابل مع الرب. وكان صعب انه يقولوا عليه مثلا ده تم شراءه بالفلوس او عمل كده عشان خاطر يتجوز واحده، المبررات اللي بتتقال في هذه الامور وكده، لانه حد كان مستريح وحد عالم أي وحد ذي ثقه علمي. أمم فالحل الوحيد اللي كان يعملوا معاه ان هم يحطوه مستشفى المجانين. أمم المستشفى ابتدوا يدوه كل يوم كميات ادويه، أكيد، وكهرباء بقى يعني وحاجات زي كده يعني. يا حاجات زي كده، لدرجه انه فقد قدرته العقليه أي تماما تماما. أمم يعني اتقابلت معاه وهو يعني مش عايز اقول كان شكله ايه، بس اخونا يعني أخ لينا. حضرتك شايف إنه في استهداف لحصر العابرين بالتحديد في مصر مثلا؟ ما ظنيش الحصر قوي، لكن الحصر صعب يتعمل لأن احنا دلوقتي بالملايين. قد لكن الرب. نشكر الرب، لكن هي إعلان تواجد، إعلان إن احنا تحت إيدينا، وقت ما هنعوز نجيبكم ونزل لكم ونعمل أي حاجة احنا موجودين واحنا بنعمل كده. يعني الكلام اللي سمعناه طبعا ده النهارده ما هوش حالات فرديه زي ما قلت لكم، يعني دي اساليب التعذيب اللي بتستخدم. وانا بسمع ده يعني فكرت، هل احنا يعني حسيت ان انا مثلا رجعت للعصور الوسطى لما كانوا بيحطوا الناس على الترابيزات دي ويقعدوا يقطعوا فيهم ويعذبوهم ويشيلوا ضوافرهم وحاجات زي كده؟ يعني ليه؟ ليه؟ السؤال ليه؟
ليه يتعذب واحد علشان قال انا بقيت مسيحي؟ ليه تتعذب بنت علشان قالت انها انا عايزه اتبع المسيح؟ سؤال. وليه العكس مش صحيح؟ بس تحس انه ده فعلا حاجات كده من العصور الوسطى انت لا تتخيل انها موجوده النهارده، ولكنها واقع وموجوده وبتحصل. بس نهايه المقطع اللي انا قدمته دي، ده هو اللي انا نفسي انكم تركزوا عليه. التعذيب موجود والاضطهاد موجود، واقبضوا زي ما تقبضوا واعملوا اللي انتوا عايزينه في العالم كله، انا مش بتكلم على مكان واحد، ولكن النهايه انه احنا دلوقتي بالملايين العابرين، ملايين من الناس قبلوا المسيح وعايشين مع المسيح في وسط الاضطهاد. فده مش هيأثر على العدد، ده بيزود العدد. وده بيذكرنا بالكنيسة الأولى. الكنيسة الأولى كانت بتضطهد فينضم إلى الكنيسة كل يوم الكثيرين. الكتاب بيقول كده عدة مرات. خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده. في ناس الشخص اللي كانوا رجليهم معلقين ومكهربين ورجليه كانت اتقطع، الشخص دوت يعني انا هو راح السما من سنة كده، انا كنت بتقابل معاه وكان كل ما تشوفيه يقعد يكلمك عن ربنا وبيحضر، ما بيوقفش كلام عن ربنا، وهو الناس عارفين خلاص انه كل منطقته وكل الناس اللي فيها بيندهوله باسمه الجديد أي اللي هو اللي بعد الإيمان، اسم مسيح. فاسم مسيحي بالظبط. أي أي ففي شهادة عن ربنا، في تم لا أقدر أقوله إن في تمن حقيقي بيتدفع، في كنيسة بتدفع تمن لإيمانها، 12 واحد ما عندهمش أي يا قوة، ما عندهمش أي فلوس، ما عندهمش أي سلطة سياسية، أي لا يحملوا غير حياتهم والحق اللي اتقابلوا معاه. فقالوا كده كيف لا نتكلم بما رأينا ولا سمعنا، احنا مش هينفع نتهدد، مش هينفع نقف، مش هينفع نحصل اي حاجة، احنا مكملين. وده اللي بشوفه في كتير قوي مع الناس، ان اللي بيشوف الحق وبيتقابل مع الحق وبيتقابل مع المسيح، الحياة دي بتبقى بالنسبة له ولا حاجة، ومهما يحصل مهما كل غطرسة العدو، كل كبرياءه، كل فأقصى حاجة يقدر يعملها إنه يموتنا، هيودونا البابا بسرعة، فأمين بالموت. احنا كنا اموات بالخطايا، والان نحن لنا حياة أحياء في المسيح ما حدش يقدر ياخدها. بالظبط فالموت ما بيخوفناش، احنا لا نخاف ممن بالظبط. يقتلون الجسد. الحقيقة انه القس نور كان بيتكلم على تلاميذ المسيح 12 واحد، ما يعني ما كانش في ايديهم حاجات كتير، لا كان حيلتهم فلوس ولا اي حاجة، لكن فتنوا المسكونة. الكتاب بيقول عنهم انهم فتنوا المسكونة، تلاميذ المسيح بالامس وتلاميذ المسيح باليوم في كنيسة العابرين. النهاردة انتم صوت للرب يسوع، وانتم بيكم تفتن المسكونة ايضا في اسم يسوع. بالرغم من انه يعني قصة الشخص اللي اتكلم عنه القس نور دي، انا كنت عايزة اقف عندها، لانهم عذبوه لدرجة كمان، ده واحد تاني غير الاستاذ الجامعي اللي عذبوه. الشخص ده اتعذب لدرجة انه جسمه اتبهدل يعني، وبقى واضح عليه وحالته الصحية تعبت وكل حاجة، اللي هو الشخص اللي انتقل وبقى مع الرب دلوقتي. لكن توقفت عن انه الناس اللي في الشارع بتاعه كله كانوا بيندهوله باسمه المسيحي. ايه اللي شافوه في هذا الشخص علشان يقبلوه افضل باسمه المسيحي وباعترافه بالمسيح؟ بصلي كل واحد منكم يكون شهادة كما كان اخونا ده، وللرب المجد دايما. خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده. في أحد الأصدقاء لي حكى لي بلسانه على أخوه لما آمن بالمسيح، ودلوقتي أحد اللصوص المشهورين، بس لما آمن أخوه بالمسيح كان عندهم، هو كان 12 عنده، هو كانوا 12 أو 13 أخ، حط أخوهم في النص وكل واحد خد سكينة وابتدوا يضربوه لغاية لما مات. هو اشترك في قتل أخوه، هو ده بلسانه حكاه، مش يعني
وبعد سنين 5 سنين هو عرف المسيح، هو كان شيخ جامعة ايوه وكان منتظر يتنفس فيه نفس اللي عمله هو في أخوه، ايوه وتعمل فيه حاجات بس ربنا أنقذه وساب المكان اللي هو كان فيه دوت. وبعد سنين عديدة ربنا دعاه يرجع تاني وبقى قسيس أكتر من 5 كنائس في المكان ده. المجد للرب، المجد للرب. يعني قصة شبيهة بشاول، وكتير مننا كنا كده، ابتدينا شاول والرب حول الحياة من فكر شاول لحياة بولس. فرق كبير بين التعامل مع هذا الشخص والتعامل مع الشخص اللي الرب غيره. خليني أقول لكم إن القصة اللي اتقدمت النهاردة عن القسيس العابر اللي عنده أكتر من 5 كنايس النهاردة، اللي هو مد إيده واشترك في أخ في قتل أخوه، دي مش قصة فردية أيضا. القصة دي تكررت كتير كتير من إخواتنا العابرين، يا إما اتقتلوا على يد أب أو أم أو أخ أو أخت، ومع ذلك ربنا أعطى ثمر في نفس العيلة والعيلة أمنت. مش لازم العيلة يعني يبقى فيها جريمة بشعة بالشكل ده عشان تآمن، لكن أمانة الله تأتي بثمر. خليني أخد مكالمة. معانا الأخ المحمدي من العراق، أهلا بيك أخي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ونعمة ليك، أهلا بيك، تفضل. حياكم الله. عندي مداخلتين فقط إذا سمحت لي، تفضل. يعني. نعم، المداخلة رقم واحد، أنت لماذا يعني دائما في طرحك للمواضيع التي تتعلق بالسلوك الإنساني تجعلينها وكأنها سلوك نابع من دين، يعني حالات القتل أو الاضطهاد تحاولين جعلها وكأنه دين يتدين به لله عز وجل، وبالتالي إذا عكسنا المسألة، هل القاتل الذي قتل الناس المسلمين في نيوزيلندا وكان سلاحه الرشاش يحتوي على آيات من الإنجيل وكان رجل كل أفكاره هي من رحم الكنيسة، نعممه عليكم؟ لا نعممه، نقول إنه حالة فردية، فلماذا لا تتخلقون بأخلاقنا؟ هذا واحد. اثنان، ذكرت عدة حالات، نحن نذكر أبسط شيء، يعني لا يختلف اثنان، جورج بوش نفسه الذي صرح التصريح الشهير بأن الحرب الصليبية، هل عممناه عليكم؟ يعني دائما اجعلوا نفسكم في طرحكم أنه تفصلوا سلوك الإنسان عن تدينه، خلاص الأمر كده؟ ليس له علاقة بالدين. أوكي. لا أخ بقى محمدي، بقى بقى لدي لا لا كده لا كويس، بقت لدي ملاحظة لا لا ملاحظة لا لا خلاص ملاحظة اقفل. إيه لأن تخافين؟ اوكي، الاخ محمدي، انت يعني بتتكلم بميزان مقلوب. اوكي، ليه بقى؟ اولا انت كل حلقه بتدخل تعمل مداخله كده على حسب ميزانك انت، ده مش الميزان الاسلامي. يعني اولا المسيحيين ادانوا حادثه نيوزيلندا، الكتاب المقدس ما بيقولش لاي مسيحي شيل سيف، الكتاب المقدس بيقول للمسيحي انت شغلتك انك توصل كلمة الله مش تقتل حد. الكتاب المقدس بيقول للمؤمن انا ادافع عنك. الكتاب المقدس بيقول بيحول الناس كده زي ما اتكلمنا على بولس، من شاول لبولس، من قاتل الى خادم للرب ومحب للإخوة ومحتمل من اجل المسيح. لكن الواقع ان الاسلام يرسل المسلمين علشان يجاهدوا يبقوا جنود لقتل عدو الله. نحن نصلي من أجل أعدائنا، فميزانك مقلوب. النقطة التانية، إنك تدخل السياسة في أمر الـ يعني أمر الدين، جورج بوش، أمريكا، الحرب الصليبية، كل ده ليس له علاقة بالكتاب المقدس ولا المسيحيين. أنت بتعتقد انه امريكا، انجلترا، اي دولة غربية تبقى دولة مسيحية، ده غير حقيقي. اوكي، وده مش يعني الدين منفصل عن الدولة في الدول الغربية. النقطة الثانية انه الدين لا ينفصل عن الدولة في اي دولة اسلامية، لذلك يعاني العابرين والمسيحيين في اي دولة اسلامية بسبب الدين والقانون الديني. عندي فيديوهات مهمة قوي لازم أخدها،
خليني أخد الفيديو اللي بعد كده. هو الحق بتدعي دي دوت يعني، ما هو أهم المحامي يقف يترافع، الكنيسة تحس ببعضها، أيوة يعني الكنيسة تبقى فاهمة إن لو أحد أعضائنا تألم إحنا الكنيسة كلها تتألم ليه، ده جسد المسيح الحقيقي. إن المحامين يقفوا ده جزء، ده رد فعل طبيعي لازم يحصل. النهاردة لو في، أنا بخدم بموهبتي، أنا ربنا مديني النعمة إن أنا محامي، فبشوف إخواتي محتاجين إيه فبعمل كده، لو انا دكتور هعمل كده. فاشغلنا مواهبها وامكانياتنا، ده جزء طبيعي هيحصل لما الكنيسه تفهم ان احنا كنيسه واحده، لما كنيستنا تفهم ان انا واخويا المؤمن المسيح من خلفيه اسلاميه، زي المؤمن المسيح من خلفيه بوذيه، زي المؤمن المسيح باي خلفيه، احنا كلنا كنا خطاه، احنا كلنا اموات بالذنوب والخطايا، احنا كلنا ربنا جابنا بالنعمه. ما فيش فضل لحضرتك انك اتولدتي في اسره مسيحيه ولان انا اتولدت في اسره اسلاميه، ما فيش فضل ليكي ولا فضل ليا، انا افتقدت بالنعمه، حضرتك افتقدتي بالنعمه، احنا جسد واحد، بس اللي كنيسه حضرتك المسيح جسد بتقوله ده، واحد. حضرة القسيس بيقول لي انه ده مش حاصل على الارض، وبيقول للمشاهدين، طبعا انا عارفة ان ده مش حاصل على الارض، وانه في حواجز بين الكنيسة الموجودة على الارض وكنيسة العابرين. ايه اللي بيخلي التصادم ده يبقى واضح او التفرقة؟ هقول لك حاجة، أنا شايف إن أكبر حاجة اتربت عليها، اتربينا عليها في الأسف، مصطلح اسمه الحك، الخوف، وواحدة حكماء عاملناه مسيحيا كالحيات و اي بسبب الحكمة. اي فإحنا لأن المسيحيين في مصر أنا بعذرهم، يعني هم اتضغطوا كتير، اي اتضغطوا كتير. فأنا يعني من أول دخول الإسلام مصر إلى الآن هم في اضطهاد، فهم عارفة إيه يعني، خلاص إيه، ما تقربش مننا، أنا مش ناقص أكتر من كده، واتربوا على كده، ولأن القيادات بتتبنى هذا التوجه، والناس يعني تبنت هذا التوجه وقت طويل قوي، وخلاص عارفين النتيجة بتاعته. ايوه الكنيسة المصرية كنيسة جبارة، فيها قدرات إمكانيات، لو وقفت واقعيا مفيش قوة على الأرض تقدر تقف قدامها، أبواب الجحيم لا تقوى عليها فعلا، لأن احيانا فيها انا أكبر بسأل، قوة. يعني احيانا انا بتساءل حضرة القسيس، هل احنا فعلا مصدقين الوعود اللي ربنا بيقولها لنا ولا لا؟ هل مصدقين وعده بالحماية؟ هل مصدقين انه دعوتنا زي ما حضرتك قلت واللي حضرتك عايشه ده، هل احنا بنصدقه فعلا انه دعوتي الاولى هي كلمة الله، مسؤوليتي الأولى هي إني أساند أخويا؟ أنا بتساءل كتير، وبسأل من خلال لقائي بيك النهاردة الكنيسة عموما، هل أنتم مصدقين إنه الله لما يديكم الرسالة ولما يرسلكم هو اللي بيكفل الطريق والحماية، أو اللي بيعين في وسط الاضطهاد؟ لكن الجزء التاني من ده إنه يكون عندي أنا الاستعداد للاضطهاد، يعني أكون مؤهبة وعارفة إن أنا هاضطهد وأبقى موافقة على كده. حضرتك جيت على حتة حساسة جدا جدا، لأن واقعيا أنا بحس إن عروسة المسيح بعيدة أوي عن طريق المسيح للأسف. الكنيسة العروسة اللي المفروض بتتبع عريسها، بتروح له بتعامل مع المسيح لأن بابا نويل، بيتعامل معاها احتياجاتنا ودنيتنا ورجح لنا وجوز العيال وجوزنا وفرحنا. لكن أنا متهيألي اللي تقابل حقيقي مع المسيح، وما ينفعش غير إن يحمل صليب المسيح ويحمل عار المسيح. أنا بصدق اللي بيعرف المسيح معرفة حقيقية لازم يمشي ورا المسيح، والمسيح ما عندوش طريقين. المسيح بصورة واضحة قال كده،
ان الطريق بتاعه طريق كرب، الطريق بتاعه طريق فيه صليب، أي الطريق بتاعه فيه تألم معه لكي نتمجد أيضا معه. احنا أمين. بناخد كله بالنعمة. في صورة دايما بحسها ان يعني ان المسيح بيدي فعليا كل حاجة بالنعمة، زي في الجيش بالظبط. لو حضرتك لو يعني لو حد مجند في الجيش وبيسأله مثلا انت بيدفع ثمن اكله؟ لا ما بيدفعش ثمن اكله خلاص، ما انت جند قلب نفقات نفسه. بيدفع ثمن لبسه؟ لا. بيدفع ثمن مواصلاته؟ لا. بيدفع مظبوط. ثمن تدريبه؟ لا. بيدفع ثمن اي حاجه؟ لا. لكن في نفس الوقت حياته تصبح ملك للجيش. لو طلب منه اي حاجه ما فيش من حقه يكون إذا ليس له ان كنا يكون له يعني خيره من امره. يعني إذا كنا بنشوف نفسنا كجزء من جيش المسيح، جنود المسيح، رب الجنود، لكن للأسف إنه كتير مننا ما بيشوفوش نفسهم إنه دي رسالتهم ومهمتهم الأولى وحياتهم اللي لازم تبقى، يعني هي مش شغلانة تروح تعملها شوية وترجع البيت، مش من 8 ل 5 you know، لكن هي حياة مستمرة، لازم تبقى لابس البيادة وتنام بالبيادة علشان احنا في حرب مع الشيطان. طبعا طبعا ربنا يباركك مرة تانية، أسعدنا تشجيعك لينا بالرغم من الألم اللي بيمروا بيه إخواتنا. أنا سألت القسيس نور قبل المقطع ده، الحقيقة أنا سألته أنتوا محتاجين إيه؟ هل مثلا نقول نفتح المجال لأنه يكون في محاميين يتكلموا عن الكنيسة، عن العابرين؟ هل إيه المعونة اللي أنتوا محتاجينها؟ فرد عليا الرد اللي أنتوا شفتوه ده، قال لو كل واحد مننا في الجسد بيقوم بدوره ويعطي ما عنده مش هنحتاج نسأل. كل واحد مننا محتاج يقوم بدوره ككنيسة الرب، لكن الحقيقة إنه ده مش حاصل في جسد الرب، وإنه في انفصال بين الكنيسة الأم وكنيسة العابرين، وده الرب فقط هو اللي يقدر يغير القلوب علشان الكنيسة تتشجع وتكون قوة حقيقية على الأرض لمجد اسم المسيح، مش لمساندة العابر أو غير العابر. أنا هسأل حضراتكم سؤال، حد فيكم يعرف القس نور عابر ولا ولا مسيحي من خلفية مسيحية؟ ولا أنا هرد على السؤال ده، لأنه مش ده الفرق، أو مش ده المهم، مش ده اللي فارق في اللي احنا شايفينه من القس نور، ولكن عمل الله اللي هو شافه بطريقة حقيقية برغم الاضطهاد، برغم الإرهاب اللي بيقع عليهم ككنيسة على الأرض، هتشوفوا إيه سبب خدمته. أنا سألته السؤال ده، أنت إيه اللي بيشجعك إنك تستمر في خدمة بالصعوبة دي؟ اتفضل. يعني إيه اللي بيشجعك إنك تستمر في الخدمة دي؟ والحقيقة احنا الحقيقة احنا اللي يدوق الكنيسة الحقيقية اللي فيها الحياة وفيها الكنيسة الحقيقية هي كنيسة جماعة المؤمنين الحقيقيين بالمسيح، اللي المسيح بالنسبة لهم مش فكرة ومش وراثة ومش حاجة طلعت لهم في البطاقة، لكن المسيح فيها اللي بنختاره كل يوم وبنمشي ورا ده، حاملين صليبنا كل يوم. دي الحياة المسيحية اللي الكتاب بيتكلم عنها، ومفيش حياة غير كده. الكنيسة الحقيقية اللي بتتبع المسيح المصلوب، احنا بنتبع يعني بولس الرسول قال كده: لست أعزم أن أعرف شيء بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا، مصلوب. مش إياه معلبا، مش إياه ربا، مش إياه هو كل دوت. المسيح المعلم، المسيح رب، والمسيح المسيح هو اللي سبق حياتنا. لكن المسيح هو بالنسبة لي أنا شخصيا هو باكج على بعضه، فيها رحلة، فيها مجد، وفيها فرح، وفيها سلام، هللويا. وفيها غفران خطايا، وفيها حياة أبدية، وفيها اضطهادات، وفيها أدفنشر، فيها كل يوم فيها حياة، فيها حركة،
فيها اختبار يعني ايه المسيح حي معايا، يعني ايه المسيح بينقذني، يعني ايه المسيح بخش في حتة بمشي معاه المسيح ايدي في ايده. فالحياة دي متهيألي اللي يعيشها صعب يعرف يعيش أي حياة تانية، ودي ما تبقاش مخاطرة خالص. احنا دي الحياة المسيحية الطبيعية المفروض تتعاش، يعني دي مش مخاطرة خالص. احنا المسيح أرسلنا حملان بين ذئاب، والكتاب بيقول كده في رومية 8: قد حسبنا مثل غنم للذبح، لنا حكم الموت في أنفسنا، قد حسبنا مثل غنم للذبح. فاحنا دي الحياة المسيحية الحقيقية، اللي مش كده هي مش المسيحية. قد حسبنا مثل غنم للذبح، دي حياة المسيحي والمسيحية الحقيقية، اللي مش كده مش حياة مسيحية. ده أيضا يرد على الأخ محمدي لاتهامه أنه يعني إحنا بنشخصن الأمور. لا، هناك شخص واحد يتبعه المسيحيين، هو المسيح يسوع، هو سبب رجائنا. عشان كده احنا بنقول زي بولس انه انا معرفش حاجة الا المسيح وايام مصلوبا. الصليب كان سبب خلاص، او يعني الاداة الخلاص اللي ربنا استخدمها علشان يورينا انه حتى الصليب، حتى الموت، حتى مع كل هذا الالم احبنا الى هذا القدر. علشان كده المسيح وإياه مصلوبا، علشان كده اخواتنا العابرين لما بيعذبوا، لما بيضطهدوا، لما بيؤذوا، بيقولوا أنا ليه الحياة هي المسيح والموت ربح لي. زي ما قال القسيس نور، هنروح لبابا، كلنا هنروح لبابا، كلنا هنروح لبابا، بس هتروح لبابا وانت لابس البيادة وواقف تحارب الشيطان. على فكرة احنا مش بنتكلم على جيش ضد المسلمين، ولكن نحن نتكلم عن جيش ضد الشيطان، ضد عمل الشيطان، ضد عمل، ضد منع كلمة الله إنها تكون في وسط مفتوحة للجميع، حتى إنه الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يرجعون. في آخر الحلقة أنا عايزة أولاً أقول لكم إنه الحلقة الجاية هيكون معايا خادم الرب الأخ أيمن، وهتسمعوا شهادته، وتسمعوا أيضاً بقية اللي هنتكلم عنه في موضوع الكنيسة والعابرين. لكن عايزة أقول حاجة، الناس اللي إحنا بنصلي من أجلهم النهاردة هم اللي زي شاول، اللي كان بيضطهد الكنيسة ويروح يلم الناس ويجرجرهم من بيوتهم. الكتاب بيقول كده، فإحنا بنصلي من أجلكم وبنغفر لكم، وبنصلي لهذا المضطهد أن يتحول قلبه إلى معرفة الله الحقيقي. ربنا يبارككم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.